انشروها. لهم قصد فيها؟ نعم. شنو القصد اذا انت عارفه او حاسس؟ تصفية حسابات. من مع منو؟ بين التجار والشيوخ. وردت مرضاه التجار والشيوخ؟ نعم نعم. كل نعم مشكلة نعم عندنا نعم تجار والشيوخ؟ نعم نعم نعم. يعني ايش معنى التاجر ما دام هذا المبلغ موضوع في بنكه من 2009، ايش معنى اليوم انشروه؟ بوقت شدة من اللي انشره؟ الصراع الصراع. من اللي انشره؟ انتم تعرفون من انشره؟ تعرفون من انشره؟ زين 50 نائب، 50 نائب كلهم تجار وشيوخ؟ ال 50 نائب وتجار انا اقول لك اياها بالاتي على حسب توزيع الدوائر، على حسب خلي الدوائر اللي بال 50 اللي واصلين تحت قبة عبد الله السالم. نعم الاعضاء السابقين. الاعضاء السابقين قبليين كامل. تكلم في جزئية تاجر وعضو. في في طبعا في في نواب يمثل التجار. ما يمثل الشعب؟ نعم ما يمثل الشعب العضو؟ هو طبعا يمثل الشعب. ايه؟ مثل الشعب. نعم نعم بالصيغة الدستورية يمثل الشعب. لكن أمانة من هنا أحيي الأخ والصديق مرزوق الغانم، لأن مرزوق الغانم وجوده تاجر وجود هذا. اسمح لي تاجر. أنا عارف تاجر. اسمح لي مرزوق الغانم شنو عمل؟ ورط الاثنين. من ورط؟ ورط الحكومة ورط التجار. ليه؟ لأن الرجل رفع كلمته مو باسم التجار، سمع كلمته بصوت عالي رفع، قال أنا ممثل الشعب وممثل الشعب مهم مصلحته ولا مصلحة أهله ولا مصلحة الجماعة اللي كانوا يدعمون التجار وجهه، قال أنا ممثل الشعب. ورط الاثنين، ورط الحكومة ورط هذا. من هو شنو ورطهم فيه؟ نعم شنو ورطهم فيه؟ تكلم باسم الشعب، ما تكلم باسم هذا. اكيد كل اسمه تكلم باسم الشعب. شنو ما تحطون لي الحين دائما فيلم الصراع بين الشيخ احمد الفهد ومثلا والنقاش اللي حصل بين الشيخ احمد الفهد وبين المرزوق الغانم. من يحط الشريط؟ شفت انا مره من عندكم بالشاهد، شفته الشاهد عندنا؟ اي شفته مره. خذها مني على الهواء اقول لك اياها. لا نشان في الشيخ احمد الفهد مع كامل الاحترام والتقدير، ولا نشان في النائب السابق مرزوق الغانم. انا استشهدته وانت لنشان واحد الكويت اولا واخيرا. نعم. هذا مبدا الكلام. هذا الان جيتكم هنا ليش؟ لانكم الشاهد. انا يعني اجيب لك هذا لان انا شفت الشريط من تلفزيون وكنت تابعت القضيه احمد الفهد ومرزوق والسبب صراع على الرياضه بالبدايه، ولكن هو صراع على مصالح على هذا. لكن أحمد اسمح لي احمد تفضل. يعني حتى احمد مرزوق الغانم حتى امانه حتى وقف لما واحد من الاخوان تعرض للاخ عادل الصرعاوي يعني بكلمه مو صحيح. نعم. مو المفروض يقولها، لكن من الرد عليه لما لمز على اسره الصرعاوي. نعم. والصرعاوي لو احط لكم كتب هنا واسرته والله ما انتهي حتى يمكن 1000 سنه ما قدموا حق اهل الكويت، لكن احمد البشاري مرزوق الغانم هو اللي وقف قال لحدك يا فلان. منو عن منو؟ عن واحد من الاعضاء. انت قلت الاسماء هذول ما قلت. لا اسمح لي انا طبعا منه؟ طائفه كريمه، لكن الاخ العضو انت تدافع التجار، انت جاي عندي هني تدافع التجار. لا 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 انت اللي قاعد احس لا دافع التجار، التجار ولا دافع. انا جاي اقول لك التجار مكرم الكويت من شق للشق، التجار مناقصات. صحيح صحيح صحيح. من قام ينحرون من وريد للوريد. صحيح. والحكومه ضعيفه تجاملهم. ليش خليت التجار يشتغلون على كيفهم؟ هالدستور قلنا لك نغير الدستور تقول ما ابي. نعم مو القيه يا استاذ، انا ما القيه. مو تعديل. انا قلت مو تعديل. انا اقول لك اعاده صياغه معناتها ابي دستور جديد، بمعنى ذاك اليوم عندنا ما تبي تعيد صياغته. نعم وصلها لي وصلها. ما تبي امانه ابي دستور يخدم الشعب، ما ابي دستور يخدم فئه معينه. نتفاخر بدستورنا. نعم احنا في زمننا هذا نتفاخر في دستورنا. نتفاخر ولا انا وياك بدح انا لحد اليوم اتفاخر، لكن ان تبين ان هذا الدستور لا يخدم الشعب، يخدم الشيوخ ويخدم التجار. شلون ابو محمد انت قاعد تتكلم انه يتكلم يخدم الشيوخ؟ بس في بعض القوانين يخدم المواطن. شلون بعض القوانين؟ صحيح. الحراك السياسي اللي صار اخر فتره انت تقول لي قوانين تخدم. انت تقول لي قوانين تخدم. نعم حط لي قانون التجاره اللي هو من 700 ماده. اذا عدلت الدستور ابو محمد راح يتغيرون التجار؟ مو قضيه التجار. التجار اذا كان هناك يعني دستور صحيح. نعم يخدم الجميع، يخدم الشعب قبل اي تاجر. راح يتغير الواقع. الشعب قبل الحاكم. راح يتغير الواقع. نعم اذا عدلت الدستور راح يتغير الواقع، يعني التجار راح يتغيرون. نعم لان اذا جينا ما نفصل الدستور
مفصل بس خاص لفئة معينة من التجار ولا مفصل لشيوخ ولا أي كان أو أي كان يكون مفصل لنا. صحيحنا في بعض المواد ورني أبو محمد مادة تبين أن الدستور مفصل حق التجار. والله مواد واحدة مادة واحدة بس. أتكلم لا بسترسل زين تحمل سؤال الله يرحمه والديك. غرفة التجارة والصناعة كيانها قانوني أو غير قانوني؟ أنا بالنسبة لي شوف بالنسبة لك كنت وجهة نظر أنا وجهة نظري شوف جميع غرفة التجارة حتى الجمعية المحامين احنا نتكلم غرفة التجارة لا تروح أي مكان ثاني غرفة التجارة هذا غرفة التجارة مدام فيها وضع اسمه انتخاب مدام فيها وضع انتخاب لازم أسحبها من تحت عباءة الحكومة وحطها تحت السلطة التشريعية حتى الجمعية التعاونية اللي هي فيها انتخاب لازم أسحبها من دبلوماسية نعم إجابتك الآن دبلوماسية كلامي واحد يا سادة بوضح نعم أم لا كيانه قانوني أم غير قانوني بس كل سادي أنا قاعد أقول لك القوانين لازم تتغير أو أنا السادة لأنه الفعل ليش ما حطيتها بالورقة هني؟ السادي ليش ما حطيت إن تبني غرفة التجارة والصناعة؟ ما شفتها هني. نقطة ثلاثة. هني أشوف كله تجار. اسمح لي. من أكبر واحد إلى أصغر واحد. اسمح لي. شيوخ. من أكبر أنا واحد. إنسان اسمح لي السادة بداح. اسمح لي. أنا إنسان ما أبخص أجدادنا وأبانا التجار. ما تبخص التاريخ. أمانة لهم تاريخ مشرف للكويت هذا ما فيها. لازم تميز والمشاهد يميز. التجار السابقين نفتخر فيهم ونتباهى فيهم. ولهم ايادي بيضاء في الكويت هذه انا وياك استاذ انا وياك التاريخ سجل مو هم اللي سجلوا نعم انا رجل قدامي رجل تاريخ مسجل لهم التاريخ واحنا مثبتينه في زمننا الان نعم. 2012 عندنا تاجر سياسي بين قوسين سياسي لاحظ الكلمه عيدها مره ثانيه تاجر سياسي هذول هم يبون يوصلون همهم مناقصاتهم همهم نعم اللي يبونه ليش صحيح. انت منحاز معاهم ليش ما نحاز انا منحاز مع التجار شوف استاذي انا يوم الايام حتى مدحت العم عبد العزيز الصقر لان رجل ماشي امانه ما يقنع عنه شيء رجل بمعنى الكلمه انه مشى بطريقه سليمه طول مسيره حياته منذ تاسيس المجلس الى حد وفاته فأي شيء عبد العزيز الصقر اجي اليوم لما صارت الصراع بعد 2006 لما صار الصراع الكبير بدأ كل شيء يفتلت كل شيء تصفيات بدأ يعني حتى التجار بدأوا يخربون في الموضوع فصار أثروا على الحكومة وأثروا على مجلس الأمة فتعطلت مصالح البشر تعطلت مصالح البشر نعم فهذا اللي حصل لما تعطل مصالح البشر إذا الكويت صار لنا 6 سنوات يا جماعة وكل شيء معطل الناس قاعدة تموت من منا الناس قاعدة اسمح لي من منا تعطل نعم من منا تعطل من السلطتين يا أستاذ من السلطتين التشريعية والتنفيذية الحمد لله لا تجار ولا شيوخ نعم لا تجار ولا اسمح لي التجار والشيوخ هم اللي أثروا عليهم لأن في صراع سلطة وصراع مال أنا أقول لك بصراحة تبنيت قضية اشرب ماي خذ راحتك تبنيت قضية حرية الرأي تقول ما عندنا حرية رأي طالب بإلغائها استاذي لو ما عندنا حرية رأي لا لا اسمح لي أنا بالنسبة ما قاعد ألغي حرية الرأي أنا قلت أبي المزيد من حرية الرأي أنا طلب شيء يفك غيد حرية الرأي حرية الكلمة في عندي قانون المطبوعات ضفنا عليهم بعد قانون المرئي والمسموع مع أننا ربطنا إيدهم بقوانين هذا القانون شبي فيها حين وحرية وبعد ابو محمد طالبت بحرية أئمة المساجد بخطبهم الدينية نعم نعم أنا ليش أئمة المساجد شيوخ أفاضل شلون أقعد يا وزارة الأوقاف شلون أقعد أتجسس على الشيخ إحنا كلنا نحترمه كلنا نقدره أي أنا يوم من الأيام كنت في مسجد في خطان قاعد أصلي صلاة الجمعة ورحت حق الشيخ بعد ما الصلاة أسلم عليه إلا يجيني واحد وافد يطلب من الشيخ يا شيخ عطني الشريط قدامي شريط شنو؟ شريط التجسس حق وزارة الأوقاف لا وزارة الأوقاف تراقب نعم. تراقب الخطب بحيث أنه لا تتطرق للسياسة تراقب لي شيخ اسمح لي تفضل تراقب لي شيخ في مسجده تراقب شيخ في بيت الله راقب هل اللي قاعد يصرحون بالصحف
راقب سواء كانوا اهل سنه ولا شيعه. تصريحات المساجد معصومين عن الخطا استفزازيه، معصومين عن الخطا. نعم. سواء المساجد. شوف سواء ائمه المساجد اخطا ولا ما اخطا، سواء سائل السنه ولا سائل الشيعه. نعم. هذا انسان على حسب تفكيره، بس انه يظل في يعني في مجال بسيط هو مجال المسجد. اي واحد متضرر من الشخص هذا اللي قاعد يخطب سواء كان سني ولا شيعي يروح يقدم شكوى بس، ماشي يقدم. وبعد اذا الشيخ بينكر قدام امام النيابه هذا يعني مشكله عوده. لكن انا المفروض مني يا وزاره الاوقاف اوقف هل يستفزون البشر، واوقف اللي يستفزون السنه ولا يستفزون الشيعه من تصريحاتهم الصحفيه استفزازيه. هذه تقرس فيني، تقرس فيني قضية الطائفية. بس كان صرحت وزارة الأوقاف. نعم. من يومين. ايه؟ إن عطت المجال لأئمة المساجد إن يوعون المواطن بكيفية. وليش حاطة الشريط لهم؟ وليش حاطة الشريط لهم؟ أول شيء. أول شيء لا أستاذي. أول شيء عملية سيفتي جهة رقابية هذه. نعم. منابر دينية، مع العلم إن أئمة المساجد عندنا هني نفتخر فيهم ونتباهى فيهم والله يعطيهم العافية. البعض منهم من يطمح للوصول لمنصب قاعد يستغل، البعض منهم من يعني يتكلم بالعمليه الطائفيه، البعض منهم من يتهجم في امور سياسيه، هذا منبر ديني يتكلم بامور دينيه فقط. نعم. ما يثيرون لما يتجاوز في دليل عليه الشريط هني ياخذ حقه عليه. لا مع العلم اسمح لي جزء بسيط منهم. داح انت تقول هذا منبر حق الصلاه حق الدين والعباده ماشي. نعم. الله سبحانه وتعالى وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع هذا المنبر وهذا البيت لتوعية البشر في جميع المجالات بما فيها الفوق بما فيها الدين بما فيها حتى ما مصالح الناس. نعم. إذا كان إنسان هناك أحد الأئمة السائل لأي فئة من الفئات المجتمع من حق الشخص هذا يروح يشتكي، ماشي. خلنا من هذا، أنت تقول لي توعية، فما بالك الإخوان هذولا ماسك لي جرايد وكل يوم صرحونا تصريحات استفزازية. زين أستاذي أنت لك شأن في الرياضي، تتابع الرياضة، الرياضة وخرنا عنها. ليش؟ لك وجهة نظر عليها. نعم. الرياضة لك وجهة نظر في الرياضة، وجهة قاعد تذمر من الوضع الرياضي اللي قاعد نعيشه. أنا يعني. إنسان بقول لك اللي قدامك من المؤسسين نادي الغاسية، ماشي؟ من كنا من أيام ما كنا بحولي. أقول لك شنو تأسيس. نعم. ما زال نادي بحولي ولا زال موجود بحولي، بس أكلمك شنو اللي كان الغاسية، شنو كان نادي الغاسية شلون وشلون اليوم أصبح، شلون كان قوته والبطولات الى ان صار اصبحنا لهذا الشيء. وهذا رجعت لك يا سبه الصراع لا وضعنا الان وضعنا الحالي الرياضي. حالي منك رياضي سابق تقول الحركه الرياضيه. نعم. اقول لك الحركه الرياضيه من بعد 86 واحنا بانحدار. قبل عندنا بطولات وصلنا للبطولات. الاسباب الاسباب قلت لك صراع ردي صراع منه. نعم صراع منه. يعني احنا ننكر يا استاذ منو تقول هذا قلت لك قلت لك صراع من نقول منو بين الشيوخ والانتجاه يعني هذا الصراع. قصدك ان الشيخ طلال فهد هذا واحد جزء منه، الشيخ احمد الفهد مع الشيخ طلال الشيخ طلال فهد الشيخ طلال هذا جزء من الصراع. ومرزوق الغانم. نعم. والنائب السابق مرزوق الغانم. مرزوق ما عاد اقول لك النائب السابق ولا اقول لك صراع، هذا مو من ايام مرزوق الغانم. عارفه الصراع من زمان ممتد مو من ايام مرزوق. مرزوق الغانم يمكن صار اقوى من الاخوه الثاني، بدا يعني ينصدم او قصدي يواجه. شلون عالجها؟ نعم شلون عالجها؟ نعالجها يا تجار يا شيوخ شو لقيتكم من النوادي؟ شو يسوون؟ نعم شو يسوون؟ لان النوادي ما دام هي بعد هم فيها انتخاب لازم احطها تحت السلطه التشريعيه. حتى الجمعيات التعاون يحطها تحت السلطه التشريعيه، حتى الجمعيه المحامين يحطها تحت السلطه التشريعيه، حتى المجلس البلدي يشيلها من عباءه الحكومه يحطها تحت السلطه التشريعيه. بس ابو محمد من حق الشيوخ انه يشاركون في النوادي. نعم. وبالانتخابات. العين والراس، العين والراس. نعم. لهم مو حاجة. مثلا الشارك انت مواطن، انت تظل مواطن لك حق، بس ما تستغل سلطتك الادبيه وسلطتك الماليه بدعم مثلا اعضاء بمجلس الادارات على اساس ان انا فلان ادمي، انا شيخ ولا انا تاجر. فالمفروض هذا النوادي يبعدون ايدهم عنها. خلي الشباب ينطلق، خلي الشباب يوعون، خلي الشباب يعني يحركون الرياضه اللي عندنا. الرياضه ماتت عندنا، ماتت الرياضه. كل شيء توقف عندي بالمجتمع،
كل مواضيع الطالب برحيل الشيخ طلال الفهد هذا اقول لكم شيلوا ايدكم خلي الناس عشان قاعد اقول لكم لازم نعيد اصحاب